اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رائدة، حرف الراء حرف مائي مؤنث، طاقته 200، 3 درجات. حرف الألف حرف ناري مذكر، طاقته 1، 14 درجة. حرف الياء حرف ترابي مذكر، طاقته 10، 15 درجة، والياء تحل محل الهمزة. حرف الدال حرف مائي مؤنث، طاقته 4، 28 درجة. التاء المربوطة أو الهاء حرف ناري مذكر، طاقته 5، 25 درجة. رائدة اسم طاقته رقم 4، طبعه مائي، جنسه غالب عليه الطاقة المذكرة. البرج من خلال الاسم برج الأسد، يناسبه برج الدلو. الكوكب المسيطر كوكب الشمس. الحجر المناسب الياقوت. اللون المفضل الأسود والأصفر. يوم السعد الأحد. الصورة القرآنية المستخلصة من الاسم هي صورة قريش وتسمى بصورة البركة. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم رقم 4، يا عزيز، يا شكور، يا شهيد، يا محصي، يا مميت، يا أحد، يا مقدم، يا بر، يا تواب، يا رؤوف، يا نور. صفاتك من خلال حروف اسمك: أنت إنسانة مرحة، بشوشة، لطيفة، عاطفية، اجتماعية، وتهتمين بشؤون الأسرة، حاسمة باتخاذ القرارات، بارعة ومتقنة وماهرة في عملك، تتميزين بحسن التسيير للأمور، جذابة، مقنعة، جدية، حلوة الكلام وطليقة اللسان، قيادية، غيورة، واثقة من نفسك ومن قدراتك الخارقة، تعشقين كل ما هو جميل، وهذا يعكس جمال روحك وطيبة نفسك وصفاء قلبك. رائدة في أعمالك، وتحبين احتلال الصدارة في كل أعمالك، تقدمين مساعدات كثيرة لغيرك، وتضحين كثيرا لأجل إسعاد كل من حولك، ولا تتلقين مساعدات من أحد، بل تتعرضين للاستغلال، كما تتعرضين إلى عملية نصب واحتيال، سواء على الصعيد المادي أو العاطفي، كأن ترتبطي بشخص ثم تكتشفي أنه يكذب عليك وتفشل علاقتك، أو أن تقومي بشراكة مع أحد ويأخذ مالك. تعانين من مشاكل عاطفية. أنت من النوع الذي لا يستسلم عن رغباته بسهولة، وتصارعين الظروف الصعبة بكل ما أوتيت من قوة حتى تتغلبين عليها. تكون في حياتك عدة علاقات لكنها تنتهي بالفشل، لأنه لديك نحس بالعمل والزواج.
لديك قدرة فائقة على جذب الآخرين وإقناعهم بآرائك. طاقة اسمك رقم 4، متصل بالأرض والطبيعة. برجك على الاسم هو برج الأسد، وهو برج النار. أفضل شريك يناسبه للزواج هو برج الثور أو برج الأسد أو برج الجدي. من تأثيرات الرقم والبرج والكوكب على حياتك وشخصيتك أنك إنسانة واقعية، لا تبالين بالخيال، مجتهدة، معطاءة، عملية، محل ثقة، منطقية في التفكير، مخططة ومنظمة، قوية الإرادة، متقنة لفن الكلام والنطق. لا تتنازلين عن آرائك، تفين بوعودك. يزعجك كثيرا القمع العاطفي وسوء التفاهم وعدم تقبلك من الآخرين. لا تستسلمين أبدا حتى تنهي عملك بكل إتقان. تعرفين أهدافك وتسعين لتحقيقها، وتعرفين كيف تصلين إليها بدقة. سريعة الغضب، كثيرة التفكير، قليلة الحظ، كثيرة الأناقة. تحبين جمع المال، صاحبة هيبة ووقار، كريمة، معجبة بنفسك، عنيدة. كل من يراك يحبك، تبغضك النساء، أعداؤك من الأقارب. لا تنالين مرادك إلا بعد تعب ومشقة. تحملين 3 عناصر في اسمك، عنصر الماء وعنصر التراب وعنصر النار، وتفتقدين لعنصر الهواء. عنصر الماء وعنصر النار متناسقين مع بعض، وعنصر النار وعنصر الماء غير متناسقين. في مرحلة تناسق العناصر تعطيك دعم وقوة ونجاح وتجديد وتغيير لحياتك، وفي مرحلة عدم التناسق تكون هناك عكوسات ونحوسات تمنعك من التقدم وتعرقل سير حياتك بشكل جيد وجميل. هناك أشياء تتكرر في حياتك، وبعنادك وعدم أخذك للنصيحة والمشورة لا تستفيدين من هذه الأخطاء، وفي كل مرة تفشلين. فليس عيبا أن نسقط، بل العيب ألا ننهض ونحاول من جديد. طاقة اسمك مذكرة، مما يوحي بأن هناك أمور جسيمة تحصل في حياتك وتجبرك على تحمل مسؤولية صعبة. تعلمي من أخطائك السابقة وخذ العبرة من ماضيك، لتكن لديك خبرة في التعامل مع الظروف الصعبة، ويسهل عليك تجاوزها بنجاح. مادياً تكون حياتك جيدة بإذن الله، لأنك تملكين حروف المال في اسمك. اعملي بالنصائح المذكورة في الفيديوهات السابقة حتى تجذبي لنفسك كل ما تريدين، وتحققي كل ما ترغبين فيه بإذن الله. والله أعلم، والله الموفق.